بسم الله الرحمن الرحيم. من أحب الأعمال إلى الله عز وجل حسن الظن بالله وانتظار الفرج وعدم اليأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن شر الجنات نفس تتوخى الرحيل قبل الرحيل. إن من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. المؤمن لا يأس، وقد جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي الظن الحسن. دائما ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أحسن الظن برب عودك، كان بالأمس سوى أودك. إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. اللهم املأ قلوبنا رضا حتى نلقاك وأنت راضي عنا.